أهلا بكم من جديد. خلال السنوات الأخيرة زاد الإقبال على عمليات زراعة الشعر لما لها من نتائج دائمة تقضي على الصلع، خاصة أنه الشعر قد يتعرض للتساقط رغم مواجهة العوامل الخارجية من التلوث، الإجهاد وسوء التغذية. نستعرض معا أهم المعلومات الأساسية لمعرفة كيف تتم زراعة الشعر، الآثار الجانبية وغيرها من الأسئلة مع ضيفنا بالاستوديو خبير زراعة الشعر في المركز التركي لزراعة الشعر سيفا ساركورت. جيكلا، هركزة مرحبا. بيز برادا أول مرحبا للجميع، أهلا وسهلا في الجميع. إحنا الآن بدأنا في عمليات زراعة الشعر بالفعل في رام الله المصيون، مركز زراعة الشعر التركي. أهلا وسهلا فيك بداية ويسعد صباحك. لو نتعرف بداية، شو هي زراعة الشعر؟ شو هوش بردك؟ خلينا نعرف أول شيء ما معنى زراعة الشعر، لنعرف مبدئيا ما هي زراعة الشعر. في البداية عملية زراعة الشعر لازم نعرف بشكل قطعي. Öncelikli olarak saç ekimi operasyonu nedir? Öncelikle bunlardan bahsedeyim size. Halina ne na'rif şu ma'nat bidayet ziraat al-sha'r. Şöyle ki, kettari. Kişinin öncelikle saç ekiminde biz kişinin donör alanını değerlendiriyoruz. Halina na'rif bidhi khususiyet al-shakhs nafsuhu illi bidu yizra al-sha'r. Na'rif ma hu yani şu illi bidu ya. Kaddish nisbet tasaqut al-sha'r fi يعني قبل إجراء عملية زراعة الشعر، هل هناك بعض التعليمات والإرشادات اللي لازم نعملها؟ في الأول طبعاً أكيد بنعرف بنعمل بعض الفحوصات المبدئية قبل ما إن نعمل نبدأ في مرحلة أو الشروع في زراعة الشعر. Saç ekimi için öncelikle hastamızın donör alanını lazım na'rif innu maridna şu bilnisbe de öncelikli olarak bizim ihtiyacımız olan şey donör alandır. Lazım na'rif innu şu bilnisbe de ihtiyacatna li ziraat al-sha'r fi al-bidaye. Bizim için donör alan bölgesidir. Lazım na'rif illi hi an-nuqat li ziraat al-sha'r tahdidan. Na'am. خلينا نحكي عن التحذيرات والأخطاء الشائعة في عملية زراعة الشعر، شو الأخطاء اللي بتصير؟ şekilde saç ekimi operasyonu öncelikle cerrahi bir operasyondur. Bu yüzden هي عملية جراحية، هي عملية جراحية في البداية لازم منها تنعمل في ظل شروط صحية تامة، لازم تنعمل اللي هي كخدمات عمليات جراحية كان معروف، تحضير الغرفة والمعدات الطبية اللازمة. طيب في الخطوات اللي قبل ما تجروا عملية زراعة الشعر شو هي؟ Kesinlikle tabii ki. Şöyle ki طبعاً بالتأكيد operasyon öncesinde في البداية anamnezi bizim için çok önemli. Kişinin mesela herhangi bir rahatsızlığı var mı? لازم ان نعرف تقريره الطبي في عنده اي مضاعفات صحية اخرى.
مثلا زي أعراض صحية أخرى لازم نعرف أول شيء ضمن تقرير طبي قبل ما نبدأ في عملية زراعة الشعر. يعني بعد الواحد ما يعمل زراعة شعر هل فيصير في حساسية ممكن لا 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 يعني لش لرأس لفروة الرأس؟ Şimdi şöyle ki eğer ki operasyon esnasında temiz ve steril ortama dikkat edilmemesi durumunda kan temet ameliyye fi zil şurut sıhhiye gayr selime au gayr muakkame mümkün yuhsul işi zey hek. Tamam. Hal nisbet najah hay el ameliyye aliye yani btusal 100% ولا ممكن تفشل في بعض الاحيان وما يطلع الشعر. Şöyle ki bizim saç ekimi operasyonunda yapmış olduğumuz yani almış olduğumuz saçlar yani bu ense bölgesinden donör alan dediğimiz bölgeden almış olduğumuz saçlar kişinin tamamen orijinal kendi saçlarıdır. Bu saçlar بالتالي احنا العملية اللي بنعملها بناخذ نقاط بصيلات الشعر من نفس الشخص نفسه فبناخذها في ظل ظروف صحية تامة وهي تزرع في نفس الشخص نفسه اللي هو ما بتم عملية تغيير او في الشعر. لأنه لما نأخذ من نفس الشخص شعر نزرعه من قطعة ونحطه من قطعة ونزرعه يعني في قطعة فبالتالي بكون هو توجهوا كمان توجهوا أغلبهم لتركيا. شو اللي بيميز تركيا بزراعة الشعر وهل أنت فاتح يعني موجود هون في قسم مختص لزراعة الشعر؟ Şu şekildedir. Herhangi bir farkı yoktur. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dizra şaar fi Türkiye evet, şu anda son yıllarda özellikle Türkiye'de fi senevat el-akhire gerçekten dünyada bir واضح جدا انه في السنوات الاخيره صار في هناك اقبال قوي جدا على زراعه الشعر عالميا واحنا هنا كمان من كتركيا من الدول المتقدمه في زراعه الشعر وهي تعتبر من تركيا من الدول المتقدمه في زراعه الشعر ولكن خلينا نحكي كالتالي ما فيش أي فرق يذكر لأنه نفس اللي بنعمل في تركيا هو بنعمل هان في رام الله. أنا هنا خبير مع الجروب التركي اللي موجود معي في مركز زراعة الشعر الموجود في المصيون. يعني أنت موجود في المركز التركي لزراعة الشعر هون في رام الله، قديش بتلاقي في إقبال على الناس لأنه يتوجهوا لهذا المركز لزراعة الشعر؟ Şöyle ki biz Ramallah'ta ciddi anlamda احنا هنا ملاحظين جدا انه في رام الله في هناك يعني مساله جديه قويه جدا اقبال قوي جدا متقادم. نعم. هل زراعه الشعر بتتم فقط عند فروه الراس فوق بالراس ولا ممكن نزرع للشباب اللحيه بباقي المناطق اللي ممكن بحاجه لشعر؟ Şu şekilde sadece saç ekimi değildir. Biz saç, sakal, kaş ekimine احنا هنا زراعه الشعر بتكون في الراس وفي الوجه وحتى ممكن في الحواجب لانه من نفس الشعر يؤخذ من نفس المريض يعني. نعم. يعني احنا كمان ممكن نشوف صور معينه على الشاشه لزراعه الشعر ممكن نعم. طب خلينا قبل ما نشوف الصور نحكي عن نتائج زراعة الشعر. يعني هاي الصورة في منطقة معينة ممكن بس من النص للشباب انه يزرعوا الشعر، هل ببين الفرق بين الشعر اللي على الجنب والشعر اللي بالنص اللي تم زراعته جديد؟
إحنا هنا بعد 10 أيام ب 10 gün sonra saç ekiminden 10 gün sonra kişiye ekmiş olduğumuz saçlar kabuk dökmesi dediğimiz bir işlem sonrasında إحنا هنا بعد 10 أيام بتبين في نقطة اللي هي إزالة الشعر وإعادة بناء الشعر بعد 10 أيام من زراعة الشعر. نعم. sonrasında وبعد ذلك süreçte şok dökülme dediğimiz olay gerçekleşir. في هنا بتصير عملية إزالة للشعر أو بتصير في هبوط بالشعر. ولكن هنا بعد الشهر الثاني والثالث بيبدأ الشعر الطبيعي بالنمو أولا بأول. ولكن شهرين ثلاثة أربعة حتى ست شهور بنلاحظ إنه الشعر اللي تمت زراعته الملاحظات اللي لازم الناس يتبعوها بعد إجراء عملية زراعة الشعر شو الأشياء لازم يعملوها هل لازم يحموه من الشمس طريقة معينة مش عارف شو هي النصائح اللي ممكن تقدمها للناس اللي بيزرعوا الشعر Tabii ki saç ekimi operasyonundan sonra mutlaka hastalarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. لازم يكون في هناك شروط معينة ل يتبعها المريض اللي بنزرع له الشعر. Çıkmalarını biz istemiyoruz. Güneşten. إحنا ما بنعرف إنه مش لازم إنه يطلع مقابل الشمس يتعرض للشمس. Onun dışında ameliyat sonrasında her zaman hastalarımıza bol bol sıvı tüketmelerini öneririz. لازم إحنا كمان نعطي تعليمات إنه دائما يشرب مي باستمرار بكميات هائلة بكميات كبيرة. عشان يحفظ التوازن. يعني صفة يعني هل أنا يعني في بعض الجهات أو في بعض الأشخاص بيكون عنده زراعة الشعر بيكون عنده يعني في منطقة في منطقة معينة في من زراعة الشعر يعني بتكون موجودة ولكن في منطقة تانية ما بتكون موجودة فأنتوا هل بتسووا العملية بس للمنطقة المش موجودة ولا بتكونوا عامل كامل؟ Şöyle ki saç ekimi operasyonu في عملية زراعة الشعر operasyon olarak da yapılabilmektedir. بنعمل زراعة الشعر في كل أنحاء الرأس إذا كانت هناك في مناطق شعر خفيفة بنعمل فيها تكثيف لزراعة الشعر كمان dökülme dediğimiz bir sorunu varsa komple saç ekimi yapıyoruz sonuçta. طبعا اذا كان في هناك اي اعراض اخرى اللي هو زي انه الشعر بينزل فبتتم عمليه زراعه على الاماكن المتباعده احنا بنحاول دائما نزرع في بشكل مكثف في مركز زراعه الشعر التركي نعم يعني اكثر الناس اللي بتوجهوا ممكن بس احنا بنعرف فئه الشباب اللي بيروحوا على زراعه الشعر هل لانه بيعانوا من الصلع ممكن الصلع اكثر şöyle ki saç ekimi sadece gençlerin ya da yaşların bir sorun değildir saç ekimi إحنا بنعرف إنه زراعة الشعر هي ليست مختصرة فقط على الشباب والمسنين هي شاملة للجميع لأن هي عملية جينات بيتم فيها زراعة الشعر بغض النظر عن الجيل أو عن العمر الافتراضي. Yani daha öncelikle bizim sorunun kaynağını araştırmamız gerekiyor. Lazım هون احنا نتابع امورنا بحيث انه يتم عمليه زراعه ونعرف الاماكن اللي بتتعرض لعمليه نقصان في الشعر. نعم، خبير زراعه الشعر في المركز التركي لزراعه الشعر صيفا سركوت شكرا لك.
ben sizlere teşekkür ederim programınıza yaşkolukum cezil şükür الخبير التركي في زراعة الشعر اللي هو الأستاذ صفا مركز زراعة الشعر الموجود في رام الله المصيوم. نتمنى بكل اللي سمعونا اليوم يستفيدوا من أكيد رح نضل متابعين مع المركز، يعني في كتير أسئلة ولكن ضيق الوقت ما بيسمح لنا يعني نسأل كل الأسئلة إحنا في بالنا، أكيد رح نضل متابعين معهم. صحيح، خلينا نروح لفاصل ونكون مع آخر محطاتنا في هذا الصباح.